موضوع عرضه للبيع ده في جدال شويه، يعني لان ده عقد بين طرفين. انت من حقك كمجلس اداره النادي الاهلي ترى مصلحتك وانك تعرض اللاعب للبيع، وانا من حقي كلاعب ان انا ما عنديش عروض، فانا مضطر ان انا اكمل مع النادي الاهلي الاربع سنين اللي فاضلين لي. يعني ده امر هيكون في جدال، لكن في النهايه لا نملك الا احترام قرار مجلس اداره النادي الاهلي. لا معلش خليني اقف في الحته دي شويه عشان نشرحها للناس. يعني انت شايف ان قرار الاهلي انه يعرض البيع ده مش حق اصلي للنادي، ده حق اصلي للاعب. لا حق للاثنين للطرفين يا كابتن، بس هو النادي ما ينفعش يجبر حد على الرحيل، ده اخت قناه يعني ده الفيفا يعني ما ينفعش تجبره على الرحيل. في لعيبه اديبايور قاعد في توتنهام لغايه دلوقتي مع السكند تيم لانه مش عايز يمشي، عايز يخلص عقده مثلا. وزيدان في بني ياسر السنه اللي فاتت وزيدان السنه دي، لا والسنه دي بشكل ودي لا ما مشيش لسه، هو لسه هناك لغايه دلوقتي مع تريكا وما قدروش يمشوا زيدان. لا وزيدان لغايه دلوقتي موجود بيتمرن مع البدلاء لغايه دلوقتي، ما مشيش برضه لان عايز يخلص عقده وبعدين يمشي. فانت شايف اعتقد ان هم حلوا الموضوع وفسخوا. لا 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 انا كان معايا زيدان الاسبوع اللي فات، هو بيتمرن عادي انت مع سكن تيم. طيب انت هو عبد الظاهر هيقدر يستحمل كده؟ يا كابتن حازم امر تعاقدي بين طرفين، في طرف اول وفي طرف ثاني. عبد الظاهر هيستحمل ان هو مثلا يقعد سنه او سنتين يلعب مع الاحتياطي او يلعب مع السكن تيم؟ اكيد عايز يلعب الراجل. كابتن بص يا كابتن، دوام الحال من المحال. عبد الظاهر لعيب كبير ويستطيع الحصول على العديد من العروض، لكن الشكل اللي طلع بيه القرار انا شايف انه شكل ومضر باللاعب بشكل كبير. وبعدين اذا هنتكلم من الناحيه بقى بتاعت شغلي انا، لا انت خلصت عليه، انت شريف يبيع ب 5 مليون جنيه، انت النهارده بتعرضه للبيع مع ظل الازمه الاقتصاديه اللي موجود فيها مصر. مفيش تاريخ مصر غير تاخد احمد عبد الظاهر بعد اللي عمله احمد عبد الظاهر، يبقى استبعد مصري من الموضوع. طب تعالى للخليج. الخليج حضرتك عارف يا كابتن على صوابع اليد اللعيبه اللي احترفوا في الخليج واللي وثق منهم قليل جدا، يعني يمكن نقول حسني عبد ربه. صح. هو انت لو هترجع بالتاريخ متعب عبد الهادي ورضا سيكا وبركات وحسني عبد ربه وائل جمعه قليلين جدا اللي احترفوا بالخليج.